الملوك الطيبون. كان بنو كندة يتغنون دوماً بذكر الملك العادل قتيبة بن كلثوم الذي اختطفه الجن من بينهم، وعندما يغيب الملوك فإن ذكرهم يصبح طيباً. ورغم مرور سنوات ثلاث على غيابه، فإن عبق أيامه الماضية لم يتبدد. وقتها كان السحاب يأتي طائعاً وتهمي الأمطار على جبالهم في الأوقات المناسبة، والنجوم لا تنام ولكن تنير ليلهم الطويل، ولم يكن أحد يجرؤ على ظلم جاره أو سرقة زوجته. كانوا في ليالي السمر يذكرون أشعاره وهو يتفاخر بقومه، وفي لحظات القتال يستشهدون بالغزوات التي خاضها من أجلهم، ويذكرون دوماً تلك اللحظات التي ودع فيها الجميع وهو يخرج في طريقه إلى الحج، ثم انقطعت أخباره منذ ذلك الحين. ولأن الطريق في موسم الحج يكون آمناً، فلم يعتقد قط أن أحداً قد جرؤ على التعرض للملك. ثم شاعت الأخبار أن الجن قد اختطفته وأخذته إلى عالمها الخفي، وهو عالم يفتقد إلى العدل وإلى الحكمة، لذا أرادوا من هذا البشري الفاني أن يحكمهم بعدله ويفيدهم بحكمته. وكان بنو كندة بعد أن يفرغوا من سرد كل هذه الأخبار يتساءلون: ترى هل نجح في عالم الجن؟ هل سادهم بالعدل كما سادنا؟ ولكن لم يكن هناك أحد من الجن ليجيبهم عن هذا السؤال. ثم جاء إلى القبيلة رجل غريب شاعر صعلوك يدعى أبو الطمحان، سأل عن ملك القبيلة فدلوه على الملك الحالي، كان ابن أخ الملك الغائب. وعندما وصل الغريب إلى مجلسه كشف عن الكفل الموضوع على ناقته، كانت هناك كلمات محفورة بالسكين غائرة في ثنايا الخشب، مكتوبة باللغة الحميرية التي لا يعرفها غير أهل اليمن. واصفر وجه الملك وهو يتمتم: يا رب الكعبة، الملك قتيبة ما زال حيا. وأومأ أبو الطمحان برأسه في تأكيد، وأخرج لفائف مطوية حين فردها كانت ممتلئة بأشعار كتبها الملك بخط يده: لم يمت ولم يذهب إلى عالم الجن، ولكنه طوال هذه السنوات أسير في قبضة بني عقيل الذين لم يبالوا بحرمة موسم الحج فوثبوا عليه وأسروه. كانت أشعار الملك تستنجد بملوك كندة لإنقاذه، إما بإعلان حرب طاحنة على بني عقيل، وإما بدفع فدية قدرها 2000 من النوق الحمر. وانتشر الخبر كعاصفة أطاحت بأوهام الأسمار وحكايات الجن، وهب ابن العم غاضبا يحاول أن يجمع كل بطون كندة: إنها الحرب ولا شك. ولكن بني كندة كانوا قد حاربوا كثيرا حتى أمضهم القتال، حاربوا من أجل ناقة ضالة أو بئر ناضبة أو مرعى يابس أو جارة مغتصبة، ولم يعد في القوس منزع، ولم يجد ابن العم حماسة لدى أحد لعبور الصحراء حتى يقاتل قبيلة مجهولة الموقع، غير معروف مدى قوتها كبني عقيل. لم يعد أمامهم إلا الحل الثاني: فداء الملك 2000 ناقة حمراء. وما أندر النوق الحمر في هذه الأيام، فالأمطار شحيحة والآبار ناضبة والعشب جاف والأبكار عقيم لم تلد والضروع فارغة كجلد متيبس، وأنهى تردد الجميع صوت شيخ عجوز يهتف في حنق: كيف أفتديه وهو لم يدفع ما يدين لي به قبل أن يذهب إلى الحج؟ وأيدته امرأة حزينة: هذا الفاجر قتل ابني وهو يلهو بصيده. وهتف رجل عصبي: لقد تقاعس عن ثأر أبي فكيف أحفل بمصيره؟ وحتى كاهن تهامة خبط عصاه وهو يقول: كان ملكا بخيلا لم يقدم قربانا واحدا ذا قيمة للآلهة. نبشوا الذاكرة وحفروا الجروح القديمة وأخرجوا الصحائف المطوية،
حتى ابن العم اكتشف هو نفسه أنه ليس متحمسا، وتوصل الجميع في النهاية إلى أنه كان طاغية ظالما لا يستحق 100 عنزة، فما بالكم 2000 ناقة. وعاد الملك البديل إلى الغريب العابر وهو يقول: إذا سألوك فقل إنك لم تمر علينا، أو إنك مررت ولم تعثر على مضاربنا، ولا تذكرنا في أشعارك، ولك منا 20 ناقة. ورضي الغريب بالنوق، فالملوك الطيبون هم الملوك الغائبون.